يا اخي ذا الفيلم رهيب. اي والله. ايه اسمع انت وهو بتبلغ عني بلغ طز. الموضوع وصل هنا، الرجال بيزوجني ابوه، مجنون انت؟ عامر سمعت ايش يقول؟ يا حبيبي اجل جيب الفلوس اللي عليك. النشبه دايبي، النشبه دايبي، النشبه دايبي. الو اي شركة السنة على الخادمات. هلا يا خالة سمي امريني. تبين خدامتين؟ ابشر بعزس. متى تبينهم؟ خلاص اوكي حضروا لس بكرة. ارسل الموقع. مع السلامة. يا عمي سري لك ماني متحرك اي مكان. غبي انت غبي، الطلبات كثرت، بعدين لو انك موظف ما تجيب الفلوس ذي. اسمع يا شكش، نبي نعطيك 30% من الدخل، وش قلت؟ 50% ما تنقص ريال واحد ولا بطلنا. شوف الطماع. خلاص يا بزر 50% لا تصجنا. انت بزر طرق. خلاص اوكي لا تهايط. بس في مشكلة الحين. وش هي؟ الحرمة طالبة شغالتين. طيب شلون بتدبر هذي؟ ها ابد خلى الموضوع علي. هذول الشغالتين اللي طلبتهم من أحسن الشغلات اللي عندنا، الأخت سيلانية وهذه أندونيسية. كم هير؟ كم هير قدامي؟ كم هير أنت قدامي؟ الله الله بالمعاملة الطيبة وأنا أخوك، هذولي جايين متغربات ويترزقون الله وأمانة بعناقنا. هالحين أنت راسك جاي تعلمني المعاملة الحسنة والكلام الفاضي؟ وصلتهم عندي هنا؟ اقلب وجهك أنت وياها، يلا قدامي عند الوالدة، يلا. كم هير؟ اسمع ما أبيك ولا تتكلم ولا كلمة ياوا عشان ما تنكبنا ياوا خلك أطرم ياوا خلك أطرم ياوا أقول لك خلك أطرم ياوا ياوا خلك أطرم أقول لك. شو اسمك أنتي؟ أنا ويري. وأنتي وش اسمك؟ وراك ما تجاوبين طرم أنتي ولا وش قصتك؟ ماما هذا مسكين ما بي يسمع ما بي كلام، هو صغير تيهو فوق راسه شجرة، هذا النتيجة. يا ساتر الله يشافيها ويعافيها. طيب أبغاكم تغسلون هالمواعين هذه كلها وتغسلونها زين. ها هي شكلها شاطرة وسنة هذي، أقول تعرفين تسوين جريش؟ ماما هذا ما بيكلم، أنا ما في معلوم جريش، معلوم هذا منتو فربوزة يقلوش حركات. سلام عليكم. عليكم السلام. شلون أم مسفر؟ بخير يا يما. عازم لي رجال من اخوياي عزيز على قلبي، لا القهوة ولا الغداء، ولا وصيك يا ام اسفر لا بذيك الجريشة وذيك الكبيسة اللي ما عاد وراها يا يما. الله يحييه يا يما، وهالحين بسوي لك القهوة والغداء. هذول باين عليهم وان امك ما عندهم دبرة، خلهم بس ينظفون ويغسلوا لي هالمواعين، ومن تجهز القهوة بيجيبونها لك للمجلس. الله يا ستر لا يجيبون فينا العيد. بس تبي الصدق؟ ما توقعت ان بزنس الشغالات يطلع فلوس كذا بصراحه، مشروع بطل. عفو عليك انا افكر اذا زاد الطلب اجيب من سريلانكا. سلامات يا ابوي، شكلك ناوي تستقدم شغالات جد. لا ما يحتاج، انت وصالح موجودين. ابلش. امسكي امسكي امسك انت الثانيه، يلا روحوا ودوا المجلس تحركوا. اوكي ماما. عامر الليل تبي تري؟ لا إله إلا الله. الحمد لله. ما شاء الله حياك الله والله يا ملاح. الله يبيك. بيت أخوك ويا مرحبا. الكلب قطال عمرك. والله الساعة المباركة. الله حياك الله يا ملاح. يا مرحبا. أبكم 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 اللي جاي بعند أبوي، أحس بخدام طلع رجال. أنت متأكد إن هذا رجال؟ إي والله رجال. ياوا أنا رجال. ليه ما ملينا عينك؟ يا فضحك فضحا يا مسفر، أنا ولدك يا أبوي، ادخل رجال في البيت، ادخل رجال في البيت، رجال في البيت، رجال في البيت، رجال، 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 رج